اما هلا نرمين بننتقل لمحطتنا التاليه لليوم لنحكي عن موضوع كثير مهم بعالم الطفل والطفوله، ودائما بنحكي عنه خلال رحلاتنا الصباحيه، المشاكل السلوكيه للاطفال. هي نقطه كثير مهمه عند كل الاهالي، بتلاقي انه بيعانوا من بعض المشاكل السلوكيه مع اطفالهم، خصوصا بعد 10 سنوات من الحرب. يمكن في ضغوطات ماديه اقتصاديه معيشيه، حتى الاهل اللي عم يشتغلوا شغل واثنين وثلاثه بيكون في عندهم حتى بعض التصرفات هي اللي بتنعكس على نفسيه الطفل وسلوكه. صحيح نور، وهي المشاكل عم تختلف، يعني ممكن تكون في مشاكل لها بيئيه اجتماعيه او ممكن تكون وراثيه. كثير بنسمع عن حاله هيك طفل عنده بعض المشاكل، يقول طالع لعمك طالع لخالك وقت كان صغير، فالاهالي بيربطوا بهي الحاله. هلا لما بتربطوا ايجابيات بعائلتها بتنعكس القصه انت طالع او هي حسب النقاش بيناتهم. لنحكي عن المشاكل السلوكيه عند الاطفال معنا الاختصاصيه التربويه نشيده بوزو. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. بخير، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. خلينا هيك بالبدايه نعرف المشكلات يلي بتواجه الاطفال، هل ممكن تقسيمها تحت فئات او عناوين معينه؟ هلا اكثر مشكلات عم تواجه الاطفال خلال هالفتره هي العند، الكذب، تشتت الانتباه. اكثر شيء بنلاحظ تشتت الانتباه، اضطراب التواصل، ممكن السرقه، العض. هدول اكثر مشاكل سلوكيه هلا بنشوفها على الاطفال بهي الفتره. طبعا كل شيء مثل فينا نصنفه، يعني فينا نقول تصنف الى انواع المشاكل السلوكيه. هلا هي في مشاكل مكتسبه بتجي من الطريقه التربويه للاب والام، في مشاكل بتجي وراثيه، يعني مثلا مثل العنت 25% منه وراثه، بيجي الباقي من طريقه تعامل الاهل مع الطفل. تشتت الانتباه عم نشوفه كثير اخر فتره بسبب جائحة كورونا يلي اجت، والولاد كلهم اغلب وقتهم قضوه على التاب على الموبايل. هذا الشيء كله كمان ادى لخلى الولد يصير عنده تشتت انتباه وعدم تركيز. فينا نقول البيئه بتلعب دور، يعني هلا اغلب يمكن النقط المشتركه عند الاهل مثل ما قلت هي تشتت الانتباه، فرط الحركه، يعني بتلاقي الولد بدك تحكي معه ما مركز معك، عم يلعب بايده، عم يعمل حركات ثانيه، ما في تركيز تام. هلا بنقول يمكن مو فقط يعني من 10 سنوات ما كانت في هي الضغوطات اللي عم نعيشها، يعني ما كان الطفل عنده هي المساحه. اليوم ما في مساحه، يعني نحن لما كنا صغار كان في الامان اللي كنا عايشين فيه، نلعب بالحاره، باب الجيران مفتوح، بتلاقينا بنروح لعند بعض. انا هي الطفوله عشتها، اليوم بنتي ما بتقدر تعيشها. فكمان البيئه بتلعب دور لانه ما في خيارات، يعني بالاخير الطفل بيروح على المدرسه على البيت، في تكلفه ماديه كبيره، ما عاد في عندك خيارات واسعه، فرح يكون في بعض المشاكل السلوكيه بتنعكس على الطفل. تمام. هلا فهون بيلعب دور الظرف والبيئه بهي المشاكل بجزء كبير نوعا ما. هلا اكثر شيء كمان بنعاني منه الضغوطات يلي على الاهل، يعني انا لما مثلا بشتغل شغل وقت طويل او شغله عن ابني، صح من الصبح مثلا للخمسه، برجع مالي خلق اني اقعد معه وسايره، فهذا الشيء كمان كثير حساس، كثير لازم اقعد مع ابني، كثير لازم الولد يحس بجو العيله، الاب والام، يصير في حوارات نقاشات، اقدر اعرف اذا انا ابني عنده اضطراب سلوك لحتى اقدر اعالجه. طيب خلينا نمشي مع حضرتك مشكله ونفند شو اسبابها. يعني مثلا اذا بدنا نحكي العناد وذكرتي تشتت الانتباه يمكن اكثر شيء والكذب، خلينا نحكي شو الاسباب لكل وحده من هي المشاكل اللي عم يعاني منها الاطفال. هلا العناد مثل ما حكينا 25% منه وراثه، باقي شيء ممكن يكون قله اهتمام من الاهل، ممكن يكون زياده دلال، مثلا انه كل شيء مباح، الطفل ما عنده حدود، كل شيء بنعطيه فهو بضل معند على فكره انه انا بدي هذا الشيء اعمله. بس هذا بيرجع للبيئه للاهل. تمام. يعني فلازم الام دائما من عمر ال3 سنين لل7 سنوات تعمل كنترول على ابنها لحتى تعرف. هلا في شيء يكون في حدود مثلا من السنتين للـ4 ممكن يكون العناد طبيعي، لانه في مرحله تكون شخصيه الطفل، بس لما الشيء بيزيد عن حده لا بعد تعتبري ال4 سنين هي فيك تفوتي معه خذي حوار للطفل، يعني هون بتحسيه قادر مثلا تحكي معه وتناقشي بال4 سنين. مزبوط. بس من السنتين لـ4 سنين هو بيكون عنده تكوين شخصيه. صحيح. فهو بده يقول لك لا، بده يقول لك انا بدي هيك، يعني بده يصير في خلافات بينك وبينه. في حدود طبيعيه، كل شيء بيزيد عن حده لازم نلاقي له، لازم ندور على السبب لحتى نلاقي الحل. طيب اشرنا يمكن نقطه كثير مهمه هي السلوكيات اللي يمكن يكتسبوها الاطفال من قبل الاهل. خلينا كمان هي النصائح توجه للاهل، قديش مهم السلوك والتعاطي مع الطفل. اليوم اغلب الاطفال اليوم مثل ما قلنا عنيدين،
هي بالاخير بترجع يعني بعيدا عن الوراثه اكتساب صح. من المحيط، لانه انا بالاخير مثلا اي حدا بالمحيط بتقول لك بدي ابن بيسمع الكلمه ومثالي، ما في ولد بيقول لك ايه على كل شيء ابدا، يعني لهون بيصير في كسر عند، لا بدك تعمل اللي عم اقول لك عليه. فحتى طريقه التعاطي هي هون. خلينا نعطي بعض النقاط المهمه نحكي فيها مع الاهل، انه انا لما بدي اتصرف مع طفلي العنيد بتصرف بهي الطريقه لحتى ما يزيد العنيد عنده. هلا اهم شيء اني انا يعني لما بشوف سلوك غير يعني ما نو تمام على ابني ما صليت الضوء عليه كثير لحتى ما يتشبث فيه هو اكثر. يعني فيني انا اذا كان عندي مهارات تربويه اعرف شو السبب، لاقي الحلول. كل شيء بالمحبه والتفاهم نقدر نحل مع الاطفال كل المشاكل. اذا انا ما بعرف شيء عن المهارات التربويه فيني استعين بحدا اخصائي نفسي، او اذا كانت المشكله كثير كبيره فيني اتجه لطبيب نفسي. طيب خلينا نحكي اكثر اليوم في مشكلات بيعانوا منها الصبيان اكثر من الفتيات. عم نحكي نحن بمرحله الطفوله، يعني ممكن تلاقي في مشكلات عند بنسبه اكبر عند الذكور ما تكون عند الاناث او بالعكس؟ لا ما كله مثل ما في الفروقات. لا ما في الفروقات، لا حسب البيئه وحسب طريقه التعامل الاهل مع الطفل. طيب من خلال الاحتكاك الدائم مع الاطفال شو اكثر هي المشاكل الشائعه وكيف بيتم التعامل معها؟ يعني هلا عم نعطي عموميات، يعني اي ام يمكن حديثه اليوم او عندها هي المشاكل دائما بتكون مع اول طفل، يعني لما بيكون عندها هي الخبره الكافيه مع اول طفل، ثاني طفل خلص التجربه بتكون صح اكبر صح. صحيح. كيف فينا نعطيهم بعض الخطوات للتعامل؟ يعني انا بدي ادور على المنشا، ما يعني في اسلوب بالاخير قبل ما ادور على المنشا هو اللي فيني اتعاطى مع الطفل فيه. فخلينا نعطيهم بعض النصائح او بعض الاليه السلوكيه كيف يعني يتعاملوا مع الطفل، لانه قلنا يمكن اليوم ضغوطات كبيره يعني على الكبار بتنعكس على الاطفال صح. والحياه اختلفت والبيئه اختلفت صح. هلا اهم شيء انه انا اكون مع طفلي متواجده دائما، اعرف كل تصرفاته كل سلوكياته. اذا لقيت اي ثغره لازم مثل ما قلت لك يعني لازم نحن نوعي الاهل. مو معناتها اذا ابني مثلا سرق معناتها انتهت الحياه وانه هو عمل شغله كثير كبيره اني اتوتر، لا هو شيء طبيعي. يمكن يكون هو ما بيعرف الملكيه صح. لازم انا اشرح له وفهمه بكل محبه وبكل بساطه، وبتصير مرحله بتعدي ما رح تعلق معه ابدا بحياته. نفس الشيء العند، مشكله تشتت الانتباه هي كثير لازم نلقي عليها الضوء، انه نحن لازم نعطي وقت لاولادنا، لازم ما نخليهم يقعدوا لا على التاب لا على التليفون. حتى اذا كان شغلنا طويل نخصص ساعتين ثلاثه مع الاولاد، نعمل جو العيله الاب الام، نبعدهم عن مشاكل البيت اذا كان في مشاكل بين الاب والام لحتى نقدر نتجنب اكبر قدر ممكن ونعيش الولد بطريقه ببيئه صحيه. هلا كون ذكرتي الموبايل والتاب، في ملاحظة يمكن أكثر من 95% من الأهالي لحتى يلهوا طفلهم إذا كان عندهم ضيوف إذا عندهم أي شيء بيعطون الموبايل أو التاب، ويمكن وقعوا بهذا المطب. هو صار الطفل عم يستخدم نوع من الوسيلة يعني للضغط أو لزيادة العناد أو حتى النق على أهله. كيف ممكن يرجعوا يتعاملوا مع هي النقطة أو يصححوا المسار إلها؟ هلأ في شغلة كتير مهمة كمان حابة أحكيها. الأم مثلاً وقت بتحط ابنها على التاب أو بتحط له مثلاً شيء تعليمي، هي شو بتفكر؟ انه هو عم يستفيد، عم يحفظ احرف، عم يحفظ ارقام، بس هو فعليا مثل المسجل عم يحفظ بس تسجيل اصوات. ما بيكون هو فعليا عم يحفظ الشيء المفيد ممكن يستفيد منه او يعمل له بنيه معرفيه. هذا الشيء كثير غلط، لازم نخفف كثير منه. لازم ما نقول نفصل، لانه في ناس بتقول لك يعني نحن بنخفف، هي لا نسبه لما تقعد الطفل لساعات طويله، لانه بالاخير الام ماسك الموبايل والاب ماسك الموبايل ويقول له للولد لا تمسكه، كثير غلط. بعدين هي حقيقه، هي حقيقه يعني واقع إيه صار داخل واقع بكل مفاصل حياتنا. بس نحن بنقول مثلا نص ساعه الصباح نص ساعه المساء معقوله، بس احيانا بنشوف مثلا طفل هيك حرام حتى قعدته اهله تاركينه لمدار ساعه ساعه ونص، هذا بياثر حتى على فينا أكيد. نقول يعني ممكن يأثر عليه على عقله على طريقة تفكيره على حتى فينا عيونه. بعض ايه وعيونه والسلوك بيأثر كثير تأثيرات سلبية كثير. فلازم هاي الشغلة نتجنبها
وما نخلي الاولاد يقعدوا وقت طويل عليها، ومثل ما قلت لكم انه يكون في حياه عمليه نحن نعيشها مع بعض مع اولادنا. طب خلينا هيك نركز اكثر بنتجنب، لانه كثير بيحاولوا امهات يعني يحطوا ضبط لهي العمليه ما عم يقدروا. هل ممكن مثلا الام تخلي انه مسكه الموبايل او التاب هي مكافاه اذا عمل شي نشاط بفتره محدوده، ولا مو يوميا؟ قديش ينصح مثلا انه مثلا الام تخلي الطفل يحضر على التاب او الموبايل؟ هلا بالنسبه للوقت هو حسب العمر، كل ما كان صغير مثلا نص ساعه، كبر شوي ساعه، لا مو انه خليه مكافاه، انا بفضل انه نلاقي بديل، يعني نخلق شيء نعمله غير نشاطات تفاعليه بالبيت، نشاطات تفاعليه بالبيت غير الخناق، تمام، غير انه نحن نمسك الموبايل ونقعد عليه. في كثير نشاطات ممكن نعملها مع اولادنا بتفيد وبتسلي وبتقوي العلاقه بيناتنا. صحيح. طب خلينا نحكي عن جزئيه كثير مهمه، يمكن ظروف الحرب ما عاد خلت لاي كابل او اي عيله خصوصيه، يعني احيانا بتشوفي هلا بسبب الاوضاع اللي مرينا ما عاد في عيله بتقعد لحالها، في عيلتين او ثلاثه سوا، هذا بياثر على سلوكيه الطفل من خلال القواعد اللي بيحطوها الاهل، انه انا مثلا ابني ما بينام، يعني خلص الساعه 8 ونص بتقطع بده ينام، في هالقد هالقد، يعني في بعض القواعد هن متفقين عليها، بيجي مثلا حدا من العيله، الست او الجد او الخال او العم، بيخرقلك هي الخصوصيه او هي القواعد، واخر شيء بتوقعي بمطب انه الولد بينتبه انه مره مرقت خلص بتمرق معك مره ثانيه. هون قديش الام لازم تكون ذكيه بهيدا التعامل، لانه بدنا بالاخير بدك نوع من الحزم والصرامه مع الطفل. اكيد لما بحط للطفل حدود هذا الشيء بيريحه، هو بيرتاح، بيعرف شو الشيء المسموح، شو الشيء اللي لازم يعمله، شو الشيء اللي ما لازم يعمله. هي يعني بالطريقه التربويه الحدود كثير اساسيه وفعاله، فلازم الام هون مثل ما قلتي تكون ذكيه وتقدر هي بقى تدبر الامور في ضبطها. صحيح. طيب خلينا نحكي اكثر اليوم، يعني لما نحكي نحن عن مشكله يعني في خطر بيكون، شو الخطر اللي عم يكون تحت كل مشكله يعني ذكرتيها حضرتك، سواء او حسب التقسيمات اللي ذكرتيها ببدايه الحديث؟ هلا الخطر انه الام ما تحس على احد مشاكل ابنها ويقطع السبع سنين وهي ما عالجتها، هون بقى بتصير عنده مشكله حقيقيه. يعني بتضل معه، ممكن تكبر، ممكن تؤدي لشغلات ثانيه هي ما تكون بالحسبان. يعني فينا نعتبر فترة التربية هي عم تبدأ من 3 لـ7 سنين. الطفولة هون نقدر نغير سلوكيات أو نخفف منها سلوكيات سلبية. طبعا إذا لاحظنا أي سلوك بالطفولة المبكرة بنقدر نغيره. صحيح. هو نشتغل عليه ومنغيره. هو اكتساب السلوك سهل لكن تعديله هو الصعب. تماما. كل ما تقدم الطفل بالعمر هون بيكون في صعوبة من قبل الأهل والمحيط. طيب خلينا نحكي اليوم لما نقول في مشكلة عند الطفل، في بعض التصرفات بيقوموا فيها الأهل هن بيشاركوا بهي المشكلة أو استمرارها، مثل الحديث عن هي المشكلة علنا، يعني هذا كثير بيأثر على الطفل. مثلا عنده هي المشكلة، مثلا عم نحكي مثلا الأب والأم هن الدائرة الأمان عند الطفل، بس ممكن عم نحكي مع الست مع الجد قدامه على التليفون بينتبه لهي التفاصيل، فبتنعكس نفسيا على الطفل، بتتعزز عنده. صحيح. هذه نقطة كثير مهمة. طبعا كثير مهمه، مثل ما قلت لك قبل انه نحن ما بصير نسلط الضوء على المشكله اذا كانت موجوده عند الولد، لازم نعالجها بطريقه من دون ما يحس ويشعر. ودائما لازم نعزز عنده الاشياء الايجابيه، ما نعزز الاشياء السلبيه. طب تعزيز الاشياء الايجابيه من بالمقارنه قديش غلط؟ يعني لما بدي اعزز التصرف كتير الايجابي انه فلان هيدا الطفل رفيقك بيعمل هيك هيك بس انت ما بتعمل، هو شاطر. غلط كثير كبير، ما بصير نقارن ابدا، كل حدا له شخصيته، كل حدا له طريقته وبيئته التربويه، فهذا هي المقارنه لا هي كثير غلط. كمان كثير بنسمع عند الاهالي عبارات مثل انه ابني ما بيسمع كلمتي او ما بيسوي غير اللي بده اياه، هي قديش تعتبر اليوم مشكله خطيره، وكيف ممكن الاهل يتعاملوا مع هي الحالات؟ يعني ابني بيطنش، بيسمع وبيطنش، او بطلب منه طلب ما بيرد، او بقول له لا تسوي هاي الشغله لا بيسويها. يعني احنا انت ذكرتي انه ما في ببدايه حديثك انه ما في طفل بينضبط 100%. طبعا. قديش حدود الانضباط؟ يعني مثلا لازم قديش الطفل يكون قدران يكون يعني ينفذ اوامر الاهل او ينصاع للاوامر مثل ما بيقولوا؟ هلا هذا بيرجع حسب العمر مثل ما قلت لك. وقت بيكون عمره صغير ممكن يكون عنيد، يعني كيف يعني لازم يكون العند مقبول،
ماله يعني بطريقه كثير قوي كثير كبيره، بس يصير كثير العند عنده دائما متذمر دائما، معناتها في مشكله. صحيح، في مشكله لازم نعالجها ونحلها. طب خلينا نحكي عن الشراكه بين الام والاب. اليوم عم نشوف مثلا مثل ما قلنا ببدايه حديثنا، القضاء الوقت الطويل بالعمل بياثر كمان بطريقه التعامل مع الطفل، بالحدود، بالقواعد، قديش فيني انا اضبطه ولا لا. اليوم بنشوف مثلا كله بيجي على كاهل الام لانه هي بتقعد الفتره الاطول، واغلبهم عم يشتغل، بس الاب عم يضطر يشتغل لشغل اثنين وثلاثه ليقدر يمكن الدخل اليومي ليقدر يطلعه لاولاده. التشاركية قد ايه مهمة لما نعتبر لو كان في مشاركة بسيطة، بس هي الصورة توصل للطفل. لو نحن عم نقول بتواجد نص ساعة نحن نقعد نحكي مع الطفل كعائلة كأب وأم، التشاركية جدا مهمة لأنه الطفل هو بيبني شخصيته من الطرفين، من عن طريق الأم عن طريق الأب، الاثنين وجودهم مهم جدا بحياة الطفل. لازم يكون الأب متفرغ للطفل وبالتالي الأم. دائما اذا غاب حدا منهم فهالشيء بيعمل مشكله عند الطفل، ودائما اللوم للام، يعني الضغط يعني الكبير على الام حتى اذا طلع شيء سلبي من الطفل انت السبب مش انه تشاركيه. صح، بس هو بالحقيقه لازم يكون في تشاركيه بين الاثنين، مو بس الاهل كمان ايضا عم يربوا الطفل او يشاركوا بتربيته، المدرسه ايضا. خلينا نحكي عن دور اليوم بتعديل بعض السلوكيات عند الطفل. هلأ المدرسة بتساعد بتعديل السلوكيات، لكن الأساس هن البيت، الأب والأم. يعني نحن مثلا دائما وقت بنشوف مشكلة عند الولد بنجيب الأم والأب بنحكي معهم لحتى نشوف شو سبب المشكلة، منلاقي حل ومنتساعد نحن الاثنين لنحل هاي المشكلة. طيب إمتى نقول هاي المشكلة بحاجة لتدخل اختصاصي؟ يعني لما نقول إنه خلص المشكلة هون بدها تدخل من اختصاصي تربوي لنقدر نتشارك هذا الحل، ويكون كل يعني فينا نقول الاعضاء متشاركين، ان كان المدرسه او الاهل او المجتمع المحيط العائله. لما بيكون في عند ابني مشكله انا بعرف انها مشكله وعم حاول حلها معه وما عم بقدر، هون بقى بصير بدي حدا يتدخل، يكون مثلا اخصائي نفسي اقدر الجأ له اشرح له شو عم بيصير لحتى اقدر حل المشكله، ولحتى ما تكون عالقة معه لبعد ما يوعى ويكبر لحتى أقدر حلها. تمام. نصائح أخيرة ممكن تقدميها بهذا الموضوع أو أي نقطة بتحب تضوي عليها ونحن ما ذكرناها؟ أهم شيء الوقت للأولاد، نعطي وقتنا للأولاد كتير منيح، نهتم بالعمر بين السنتين والسبع سنين، دائما نكون نعمل كنترول على كل شيء على كل تصرفات أولادنا، أي سلوك طبيعي من مرقه من عند من كذب من سرقة معلش ما صليت الضوء عليه، بس نشوف الشيء تفاقم، دائما لازم نلاقي حل لحتى نكون بالامان بموضوع أكيد. التربيه اكيد يمكن مثل ما بلشتي حديثك بالمحبه والحب، فينا نعالج المحبه والحب اي مشكله. شيء صحيح، ما نقسى ما نهتم زياده بالاطفال، ما نغيب عنهم كثير، هدول الشغلات كثير مهمه. صحيح، نشكرك اكيد على وجودك معنا، شكرا كثير لك. اهلا وسهلا. الاختصاصية التربوية نشيدة بوضو، شكرا كثير لوجودك معنا اليوم. أهلا وسهلا فيكي.